بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرفنا على التجاذب الكوني أو بداية درس التجاذب الكوني الذي تعرفنا من خلاله على مجموعة من المعطيات أو التذكيرات إن صح التعبير، ويتعلق الأمر بأبعاد الأجسام والمسافات، خاصة قطر الذرة وإلى غير ذلك. إذا هذا الشيء سبقنا شفناه في فيديو سابق، التجاذب الكوني. رأينا أيضا المسافة بين الشمس والقمر، طول الإنسان، قطر نواة ذرة الهيدروجين. إذا ماذا يوجد في هذا الخط الذي أيضا تعرفنا عليه؟ هو أن المسافة بين الشمس والقمر فهي رتبة قدر 10^9 و10^12 يعني بيناتهم، في حين أن طول الإنسان هو يعني في هذا القدر. إذا ما بين، إذا هنايا 10^0 هي 1، إذا 1 متر إلى كذا. إذا هنا في هذا المجال هذا، هنايا سننتقل إلى أصغر من ذلك، 10^-3 -6 -9 10^-12 10^-15 إلى غير ذلك. إذا سبقنا أيضا تطرقنا إلى سلم المسافات، سلم المسافات في الكون والذرة. المتر هو وحدة المسافات في النظام العالمي للوحدات، وهذا جدول ديال التحويلات. من المفروض أنكم تكونوا عارفينه قبل، إذا هذه فقط مراجعة. والشيء الجديد هو أننا الآن نكتب كيلومتر هي 10^3 متر، ثم وهكذا. إذا هذه الوحدات يجب مراجعتها وحفظها، وليست مراجعتها فقط. ثم رأينا أيضا الوحدة الفلكية، وهي المسافة المتوسطة بين الأرض والشمس، ويرمز لها ب يو ا. واحد يو ا يساوي 1.5×10^6 كيلومتر بالنسبة للسنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة بسرعة ديال 3×10^8 متر بار سكوند في كل ثانية، يقطع 3×10^8. إذا أيضا رأينا بالنسبة للمسافات والأبعاد الصغيرة جدا، تبقى أجزاء المتر هي الأكثر استعمالا. 1 أنشترونغ يساوي 10^10 متر، رتبة قدر. ليبين رتبة قدر كمية ما، فإننا نكتبها أو نكتب قيمة هذه الكمية على شكل أ أس أ في 10^N، حيث أ محصور بين 1 و10، ويسمى العدد 10^m أو 10^10^m رتبة قدر كمية. كيفاش كنلقاو؟ خاصنا نديرو ام هي ان، هاد ان اللي كاينة هنا هي هاد ان، إذا كانت أ أصغر من 5. أما إذا كانت أ أكبر أو يساوي 5، كنديرو ام كتساوي هاديك ان زائد 1. ملحوظة، تمكن رتبة قدر مسافة من مقارنتها مع مسافات أخرى حتى تتكون لدينا الفكرة. ثم محور سلم المسافات أيضا رأيناه، التجاذب الكوني. إذا سنمر الآن مباشرة إلى الدرس المهم، فكل ما سبق فهو مراجعة مع بعض الإضافات متعلقة بهذه السنة. إذا الدرس المتعلق بالتجاذب الكوني عفوا، إذا أولا بالنسبة لنا هنا التجاذب الكوني، غندوزو لقانون التجاذب الكوني. قانون التجاذب الكوني كما نعرف، فنص القانون: تتجاذب الأجسام بسبب ماذا؟ بسبب كتلتها. بسبب كتلتها، فيطبق بعضها على البعض تأثيرا، وهذا التأثير يسمى تأثيرا تجاذبيا. إذا الصياغة الرياضية لقانون نيوتن يجب أن ندخل فيه بطبيعة الحال الكتل، وهذا فقط رسم نبين فيه القوتين اف بي على أ، يعني القوة المسلطة من طرف بي على أ، والقوة اف أ على بي، القوة المسلطة من طرف أ على بي. فين كاين أ؟ ها هو كاين هنا،
وبالتالي القوة الملتصقة به فهي القوة التي يسلطها بي. أما هذه القوة المسلطة على بي فهي التي يسلطها أ. إذا نحاول أن نبين هذا الرسم بشكل جيد. الآن نحاول إتمام كتابة الصياغة. إذا الصياغة الرياضية، إذا لدينا نعتبر جسمين أ و بي، وهذين الجسمين لهما كتلة، هذين الجسمين معطيين أ و بي، كتلتهما على التوالي، ام أ و ام بي، وتفصيل بينهما بطبيعة الحال مسافة تسميها دي، اللي كتساوي المسافة أ بي. يطبق أحدهما على الآخر قوة تسمى قوة تجاذب عن بعد، تسمى قوة التجاذب الكوني. إذا أولا باش كتكون معروفة، خط تأثيرها المستقيم المار من أ و بي. إذا ثم ماذا؟ إذا بقتنا المنحة ديال كل قوة، فمنحاهما منحاها نحو الجسم الذي يطبق القوة، ثم شدتها فهما قوتين متساويتين، وكل وحدة كتساوي اف جي ام ا ام بي على الدي اس 2. اذا اف هي شدة القوة، والجي ثابتة عندها قيمة غادي نشوفوها، ام ا فهي الكتلة ديال الجسم ا المؤثر، وام بي هي الكتلة ديال الجسم الآخر وأيضا مؤثر. وفي نفس الوقت هناك تأثير بين الجسم أ والجسم بي، وثم مقسوم على المسافة دي أس 2. إذا السؤال، ما نوع التناسب بين اف والدي؟ ما نوع التناسب بين اف ودي؟ إذا باش نعرفوا بأن التناسب اللي كاين ما بين اف ودي، أولا لا تزادت المسافة دي كيف ستصبح القوة؟ جسمين غاديين كيتباعدوا اكثر، القوة بيناتهم غتكون كبيرة ولا صغيرة؟ كل ما تزادت المسافة بيناتهم القوة كتصغر. اذا دي كتزاد اف تنقص، هناك تناسب عكسي. اذا نقول بان اف ودي يتناسبان عكسيا. علاش كيتناسبان عكسيا؟ لان لا تزاد واحد كينقص الاخر. لقاتنا دابا ما هو نوع التناسب ما بين اف و ام ا. اذا التناسب ما بين هاد اف هادي و ام ا هذه اللي كاينه هنا. اذا ما نوع التناسب؟ طبيعه الحال تزادت الكتله، ماذا سيحدث للتجاذب؟ كل ما تزادت الكتله ديال الجسم التجاذب كيتزاد، وبالتالي نقول بان نوع التناسب بين اف والكتله فهو تناسب اضطرادي. كل ما تزادت الكتله كتزاد شده القوه، شده القوه وبالتالي فان هناك تناسب اضطرادي. اذا الان اصبحت لدينا هذه العلاقة المهمة اللي خصنا نحافظ عليها ونحافظها في نفس الوقت. إذن الآن نهضر على الجي اللي هي ثابتة التجاذب الكوني، وهي ثابتة عند قيمة غادي نلقاو القيمة ديالها، وقيمتها في النظام العالمي للوحدات اس اي سيستيم انترناسيونال هي الجي تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11، ثم وحدتها نيوتن متر أس 2 على الكيلوغرام أس 2. علاش أس 2؟ لأن عندنا جوج كتل. وعلاش متر أس 2؟ إذا ماشي متر 2، إذا متر أس 2، وحتى هذه راها على الكيلوغرام، ولا غادي نديرو 10 أو كيلوغرام أس ناقص 2. إذا عندنا على نعم. إذا الآن نتابع، إذا أصبحنا الآن كنعرفوا هذه العلاقة، وهي علاقة مهمة جدا وخصنا نحفظها ونعقلوا عليها في نفس الوقت. إذا انتهينا من هذا الفيديو إن شاء الله، والحصة الجاية أو الفيديو الثاني سنتابع هذا الجزء.